السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ رجعنا لكم في فيديو جديد في لعبة ريزيدنت ايفل فيلاج. ما تنساوش ديروا اللايك والاشتراك في القناة وتفرجوا في الاجزاء السابقة باش تفهموا الجزء هذا، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ويلا نبداو اللعبة. هاد القرعة هادي هي اللي غادي نخشيو في داك التمثال اللي كاين الفوق في البيت تاع ديك المرة الطويلة. دابا يلا سالينا، كانت صعوبة باش قتلنا في الجزء اللي فات هذيك واحدة من بنات هذيك المرأة الطويلة، وخاصك ضروري تضرب عليها الجاج باش يدخل لها الضو، لقاش بطبيعة الحال هما منفصلات مصاص الدماء ما تيحملوش الضو، وضربنا على الضو وماتت. يعني ماشي ساهلة باش تقتل هذيك، هادي صعينة صعيب، كاينة صعوبة كبيرة. تبحال ليا سبيدة دايز الفردي. مرشي نغابر، هذي قرنادة نصور شي حاجة. واو كي صدق تما بحال قلتي كاتم الصوت، نقول احنا بالدارجة السكوتي. جبت اخر خماسية. اه السيروس دا تفك الاقفال، يعني دير بحال طور نوفيس. تفكو بيه، نفكو بيه البيبي. ها مؤقت ولا يبقى عندنا؟ قسم عليا في واحد. دابا حنا كنتواجدو في هاد القصر ديال ام ميراندا. شو عطاوي الطابله قديش؟ داكشي بحال ديال الملوك كيريحو فيها العائله ديال الملوك والملك. نشوفو فتح، نستكشفو مزيان هاد البيت هذا. غير يعطوك فحص، خاصك تعرف، خاصك تعرف انه راه مسدود. يعطوك فتح راه مفكوك. ايه جينا الساحة ديال القصر. شنو كيس في الدم؟ ليش يا صاحبي تنقلبو تنطلعو؟ يلا ابو عزة طلعنا، شوف كاين شي ما يتقلب ولا كاين شي ما يتهز. ها اللي قلت لكم البلاصه فين غنحطو هذيك القرعه باش يتفك لكم هاد التومه اللي هزيتو. ديك القرعه ديال اللي هزيتو ديك القرعه الحمراء هي صبر تجيب لهاد الباب هذا، ملي تدخل من هاد الباب تخشيها في داك هو بحال التمثال، تخشيه فيها باش يتفك لك واحد الممر سري ودوز. وغادي تاخذ كيما شتي في الفيديو، تاخذ داك مفتاح السيروت. واو في خمسة. واو الرقم صور قديم، دابا ولاو دوك الجداد ولاو. مفتاح فينا
مفتاح لباب الفناء من القاعة. الطعام قلعة، يعني هاد الساروت ديال هداك الباب اللي قلت لكم فيه ديك الطابلة كياكلوا فيها الملوك. نمشيو دابا نفكو انه مغلق من الجهة الاخرى، مسدود من الجهة الاخرى. تمثال هذا افتح فحص شفتها انا لقيتو فهمتو نغشي الساروت. اشنو هو هذا؟ هذا البيت ديال بطبيعة الحال تاع طولالة، راه مركساوي ديالو شنو تمانين ناس تعبانين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شي حاجة راه مركساوي. كتلفنا حتى على الدروج من ندوزو ليه. ندخلنا من هاد الباب يمكن هاداك راهو. ها هي جيت. هما كاينين ثلاثة، قتلنا وحدة وبقاو جوجات. ها هو الباب. نخرجو نصيبوها واخر. ها هي غادي. Again, Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Dalmitrescu? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Welcome. لك كل شيء ثمن. Hard times, Ethan. هل شي حنا ما عندنا ما نديرو بيه؟ نبيعوه باش نجمو شوية الصريف، شوية الفلوس، شوية العاقة. ماشي لا بغا. والكاس القرموزي مالك تبغي نبيعو. As always a trustworthy fair. هذيك العقد اللي كنا لقيناه من هذوك الزومبي الحباسة. To think I would buy such things. شنو هاديك؟ استقطت أولوية داخرة المسدس، يعني المعارض الفردي.
190 215 800 800 800 أو تدخل على المسدس تبيع النش فار 15 just something an old friend of mine used to say شنو نقدو شي حاجة في المطراية يمكن كسامة مش مطراية تفوخ شنو نعمل السامة مش كيلة دي You don't quite have the cash on hand. ما كنستعملش علاش غنقادو صافي خبارك عليك Please come again. عجبك الفليسات كثير اش ترجع عندنا مجددا ايتان الصورة العائلية سير اخو سير 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 اينا ما خرجش لنا المرأة طويلة ودك بنات الجنيات ناري هاد القصر ماتيها I won't last until dinner Oh Jesus رجعش لبلاصي تبقى تابعك بحال في ريزيدنت ايفل 2 الرومايك تبقى تابعك بحال مستر اكس ولا سميت بيبي الله نمسيس ها اصبر تا طلع لفوق وغضرب معاه غضرب على غير شطازم غتمو غتكرم يلا دابا تقلب عقدني الغليط هذا اشتركوا في قناة الخوت الرجولة الله يحفظكم اشتركوا في قناة وديروا اللايك وشي تعليق يكون زوين ايوا صافي دابا حنا نرجعوا غير البيت اللي كانوا حبسونا فيه I won't last until dinner. How's it feel? Oh, it's so scary. نضرب على مرة وصيلي بحركة ماشي وقتك دابا يلا تهلاو الخوت لايك